مع عبد اللطيف جسوقي النائب المنتظر بكفر حسين، كما اشكر ايضا باسم الجميع للسيد الدكتور الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي الذي شرفنا ليؤدي العزاء للأسرة الكريمة. استاذنا الدكتور شيخنا الدكتور عبد الفتاح الفاروقي عضو لجنة التحكيم العالمية للمسابقات القرآنية، كما اشكر ايضا الحاج صلاح عبد نجيب عمدة الجوزي. وهيا لنستمع لهذه الكلمة من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الفاروقي قارئ الإذاعة والتلفزيون والخطيب المفوه وعميد معهد التاروخ لآداب القراء والمتولين، يتفضل مشكورا. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة الخلق أجمعين سيدنا محمد، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين. أيها الأحبة الحضور، شكر الله مسعاكم جميعا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله ذي الجلال والإكرام أن يرحم والدنا الحبيب الحاج فوزي خليفة، هذا الرجل الذي ترك في قلوبنا محبة ومنزلة ومكانة كانت سببا في مجيء الجميع من شتات الأرض أن يأتوا إلى هذا المكان معبرين عن حبهم وترحمهم على هذا الفقيد الكريم. ولأن حياة الإنسان ما هي إلا سيرة وذكرى، فالله تبارك وتعالى يقول في القرآن: سنكتب ما قدموا وآثارهم. فليست القضية بما تقدم، ولكن القضية أيضا بما تتركه في نفوس الناس من أثر طيب وسيرة طيبة، ستكون مدادا لحياتك بعد موتك. ولم لا، والسيرة أطول من العمر. هذا الرجل بخلقه، بأدبه، بتربيته في أولاده وما رأيناه فيهم من مكارم الأخلاق، تجعلنا نقف وقفة احترام وتقدير لهذه الشخصية الجميلة التي رحلت عنا بجسدها وبقيت روحه الطيبة فينا تذكرنا بمكارم الأخلاق وبحسن السيرة. ولأن لقاء الله تبارك وتعالى هو يوم عيد، لقاء المؤمن بربه يوم عيد، فإذا كان القرآن يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقد قال أحد الديانات الأخرى: والله لو نزلت هذه الآية في كتابنا لاتخذنا يوم نزولها عيدا.
فحين تلقى ربك وقد اكتمل دينك وأتم الله عليك النعمة فكنت على خلق رسول الله ومتأدبا بأدب رسول الله، فما جاء الإسلام وما جاء القرآن وما جاء الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل رسالة أجملها النبي في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالصلاة تصب في مكارم الأخلاق، والزكاة تصب في مكارم الأخلاق، والصيام يصب في مكارم الأخلاق، والحج يصب في مكارم الأخلاق. فالنبي يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. والنبي يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لذلك دينك بدون أخلاق لا فائدة منه، قرآنك بدون أخلاق لم يثمر فيك ولم تتعلم منه ما يجب أن تتعلمه. فالقرآن قد ذم قوما حملوا القرآن كحفظ وككلام يقرأ على ألسنتهم، لكنهم لم يتأدبوا بأدبه ولم يعرفوا قيمة العلم الذي حملوه في صدورهم، فقال في مثل هؤلاء: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. حملوها حفظا ولم يحملوها علما وأدبا وأخلاقا. فالحمار أعزكم الله جميعا لا يفرق بين ما يحمله على ظهره إن كان ترابا أو ذهب، فهو حمل يحمله على ظهره. ولكن أهل الإيمان الذين تربوا على أدب رسول الله وتخلقوا بخلق رسول الله فهم يعلمون أن ثمرة الإيمان تكمن في الأدب. وما مدح راحلنا الكريم المرحوم الحاج فوزي خليفة إلا كما مدح في أدبه وخلقه، هذا الأدب الذي أدبه الله لرسوله. قال له الصحابة: لقد قرأنا عن صفات الأمراء والملوك فلم نرى مثل أدبك، ولم نرى مثل خلقك، ولم نرى مثل تربيتك، فمن الذي أدبك؟ قال النبي: أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذا الأدب الذي ترثه من خلق رسول الله، فما مدح النبي بصبر، وما مدح النبي كأب، وما مدح النبي كزوج إلا كما مدح في خلقه. فقال له الله: الطبيعي انك تسمع الآية تقول ايه؟ وانك لذو خلق عظيم. فلان ذو مال، فلان ذو منصب،
لكن سيدنا النبي ربنا يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، كأن الخلق أصبح بساطا يطعه النبي بقدمه والنبي على وارتقى فوق الخلق العظيم، فهو أعلى من الخلق وهو فوق كل خلق، ومهما تخلقنا فلن نستطيع أن نصل إلى ذرة من أخلاق رسول الله، في سعة صدره، في حلمه، في عفته، في صفاء نفسه، في مروءته، في رجولته، في مواقفه. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم، وما من أحد يسير على خلق رسول الله إلا كان له نصيبا من الرفعة في الدنيا والآخرة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق منزلة الصائم بالنهار القائم بالليل، وها هو النبي يقول أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من تخلق بمكارم الأخلاق جيء به يوم القيامة وكتفه في كتف رسول الله على باب الجنة. تلك الأخلاق التي نتمنى أن تعود إلى مجتمعنا، التراحم، المودة، حسن الخلق، حسن السيرة، حسن السمعة. هنيئا لك يا عم الحج فوزي بما تركت فينا من سيرة حركت قلوبنا وأتت بنا طواعية إلى هذا المكان لنترحم عليك بين يدي الله تبارك وتعالى. فاللهم إنا نسألك ألا تغيب شمس هذا اليوم إلا وقد جعلت لعبدك الراحل مكانا في الفردوس الأعلى مع سيدنا رسول الله. اللهم اجعله في الفردوس الأعلى. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه ووسع مدخله ولكنه حجته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله وألحقنا به آمنين مطمئنين يا ذا الجلال والإكرام. أقدم عزائي إلى أنجاله الكرام، بارك الله فيهم وجعلهم الله خير خلف لخير سلف. أقدم العزاء لآل خليفة جميعا والأستاذ محمد فوزي والأستاذ الدكتور مؤمن خليفة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم جميعا ببركات القرآن. عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم وأحسن الله خاتمتنا وخاتمتكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا قال نبينا الكريم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس العلم. لقد أسمعنا وأمتعنا وعلمنا وأفهمنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي علم الإذاعة المصرية وعميد معهد الطاروقي لإعداد القراء والمبتهلين، شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم السيد الأستاذ المحاسب محمد بيك فوزي خليفة والأستاذ إبراهيم بيك فوزي خليفة مدير بنك ناصر بالشرقية، كما أشكر باسم السيد العميد الدكتور مؤمن خليفة والمهندس عدلي أبو باشا أمين مستقبل وطن بالشرقية. أتقدم بالشكر
ولحضراتكم جميعا، وخص بالذكر الاستاذ عبد اللطيف بسوقي صاحب الوادي بكل مكان والنائب المنتظر بكفر حسين، كما اشكر ايضا الى الاستاذ حافظ شحاتة نقيب الزراعيين بالشرقية، كما اشكر الاستاذ محمد عبد الله عبد العزيز، واشكر الجميع باسم السيد العمدة حد ربيع الدالي، عمدة ميت ابو علي، استاذ الدكتور السيد العزازي صاحب الوادي بكل مكان، وايضا النائب المنتظر بدائرة الزقازيق، الاستاذ احمد الرشيدي ايضا النائب المنتظر، واخوته الاكرمين حكام الرشيدي ومحمد الرشيدي، كما اشكر ايضا الاستاذ عاطف الحاوي، كما اشكر الجميع باسم السيد المستشار عبد الحميد فخر. لا يفوتنا ايضا ان نشكر لوالدنا الحاج فوزي مصطفى، والى صاحب الفراشة الكبرى والانارة الليلة الحاج محروس الصغير بالزقازيق، والهندسة الاذاعية محمد السيد عبد الوهاب بسقاية شرقية، والى مقدم الضيافة ابو فيه ابو حسن ومنسق الحفلات القرآنية، والى مخرجنا الليلة ومصور الاحتفال القرآني والحفلات الدينية مخرجنا ناصر صلاح. ايها الاخوة الكرام، اشكر لحضراتكم جميعا ولاخينا الكريم احمد النشاصي، والى هذا الحد يتوقف ارسالنا على ان نلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء، فالى ان القاكم اترككم في رعاية الله وامنه. اخونا الحبيب عبد الرازق جبل والاسرة الكريمة، شكر الله لكم.